مدرسة العلم. كان يا مكان في قديم الزمان، يروى أنه كان رجل في بغداد اشتهر ببخله الشديد. كان يسكن في دار معتمة تعيش فيها زوجته مسكينة الصابرة على بخله وكلامه البذيء ومعاملته المؤذية القاسية. في يوم من الأيام أحضر هذا البخيل دجاجة وأمر زوجته بأن تجهزها وتسرع في شيئا قبل أن يأتيهم زائر. فما إن صارت الدجاجة مشوية جاهزة بين يديه حتى دق الباب. اتعب البخيل وتساءل ما الذي يدق بابه؟ فأمر زوجته بمعرفة من اخترق. ولما فتحت الباب إذ بسائل فقير ينادي أطعموني أطعموني إني جائع. فسمعه البخيل وخرج إليه غاضبا يسب ويشتم ويهدده بكسر رجليه إذا عاد مرة ثانية إلى داره. عاد الفقير مكسور الخاطر حزينا وبات ليلته شائعا. بينما كان البخيل يتلذذ بأكل الدجاجة المشوية وحده وقد رمى إلى زوجته المسكينة جناح الدجاجة الهزيل. لم يطل الزمان حتى انقلب الحال بهذا الرجل البخيل، فأصبح فقيرا وخسر ماله بعد أن صار يغش ويتاجر ببضائع مزيفة. فطلق زوجته المسكينة. بعد عام تزوجت هذه المرأة الصابرة رجلا طيبا كريما الخلق ووضعت له مرأة دجاجة مشوية ليأكلها. فسمع دق الباب وصوت سائل فقير ينادي من خلفه أطعموني أطعموني إني جائع. رق قلب الزوج عليه فطلب من زوجته أن تعطيه الدجاجة المشوية التي كانا يريدان أكلها. لما فتحت الزوجة الباب أصيبت بالدهشة إذ كان الفقير زوجها الأول. فعادت باكية تخبر زوجها فقال أولم تذكريني أنا كنت السائل الفقير الذي طردني زوجك السابق.